20 دقيقة على راديو ميد، مازال مواصلين معكم في أجورا حتى للخمسة متاع العشية. اليوم نحكيو على تقاسم الأدوار بين الأزواج. فما شكون يقول لك اللي أنا نعاون في الدار، فما اللي يقول لك أنا مش مستانس نعاون في الدار، والعقليات وبطبيعة وجهة النظر تختلف. 72 328 500، توصلوا صوتكم، توصلوا صوتكم زادة بالمساجات متاعكم على الباش فيسبوك راديو ميد تونسي، وباش البرنامج أجورا باي راديو ميد. ونكملوا مع التليفونات. معنا سي لحمام، مرحبا. اهلا وسهلا اخويا، مرحبا بك يا سيدي. يعيشك يا سيدي. منين تكلم فينا يا سيدي؟ انا من اريانا. من اريانا، مرحبا وبناس اريانا يا سيدي. مرحبا بكم انتم. تفضل تفضل يا سي الحبيب، قل لي تقاسم الادوار ما بين الازواج كيفاش تشوفه؟ والله نشوفه انا كما الناس الكل، يعني هذا ولا شيء اجباري بين التعاون بين المرأة والراجل. ايه ولا جبالي معرس انت سي الحمام؟ اي انا معرس. و قديش عندك معرس؟ انا معرس من عام 81. تبارك الله، من عام 81. تبارك الله. وعندي عندي خمسة اولاد وعندي ثلاثة بنات. تبارك الله تبارك الله يا سيدي، ما شاء الله. قل لي شو الحاجات تعاون فيهم في الدار؟ بار اكزومبل تطيب، القضيه، المعون، شنو الحاجات تعاون وشنو الحاجات اللي انت ترفض انك تعاون فيها؟ الو الو نسمع فيك خويا. قلت لك شنو الحاجات اللي انت تعاون فيها في الدار والحاجات اللي ما تعاونش فيها؟ والله العين هي العين راهي حاجه لازمه، ما وال وال والعينة يعني تدخل في ثقافة في في تدخل في الثقافة وفي وفي المفاهمة وفي في برشا حاجات. يعني إنسان ما عمروش ما يجيش في حاجات نتاع ما يعاونش على خاطر توا ولد المرأة تخدم. أنا مش نحكي لك، أنا مثلا على انت تخدم ومرتك تخدم ده. اي لا، انا بالنسبة لي انا المرأة ما تخدمش. اي نخدم انا. اي بس ولكن توا ولا علي قلت لك انا ولا اجباري يعني، لان الاغلبية متاع الشباب ولا كلهم ولوا والراجل توا ما عاد يخدم المرأة لما تكون تخدم. واضح واضح. هنا وين الإشكالية؟ الإشكالية من دول مرة يعول والطفلة والولد تولى كيف كيف، رغم معاش ما بين معاش فرق ما بين المرأة والرجل. يعودوهم الزوز على المسؤولية دونك يعني الطفل ولا الطفلة ديجا. ما عادش فرق ما بين المرأة والرجل. اي كان بال معناتها يتعاونوا مع بعضهم على أي حاجة يعملوها دونك. اي ما هم وين باش يتعلم؟ وقت اللي يتعلم، وقت اللي الولد من اليوم زال في داره ويعرف باش امه تقول له اعمل لك الحاجه، قدك الحاجه، قدك الحاجه، تربيه البنيه والبيت ولا راه كيف كيف. فهمني، ما فماش فرق ما بين البنيه والولد. يلزمهم انه المره يتعلموا باش هو وقت اللي يتزوج يولي يعاون مرته في كل حاجه. واضح يا سيدي، دونك هذه تعود ومسؤوليه يتعلمها من الصغار من عند العائله. شكرا لك، بارك الله فيك سي الحمام، يعيشك، بارك الله فيك، يعيشك. نكملوا مع التليفونات. معنا ناهد، مرحبا. الو عسلامة. مرحبا ناهد، مرحبا بك. عسلامة اخويا، مرحبا بك. عايشك. من منزل تميم تكلم فينا؟ اي منزل تميم، مرحبا. تفضل ناهد. بارك الله. والله انا حبيت معناتها اول حاجه نقول حاجه معناتها اللي معناها الموضوع نتاعكم ياسر معناها كوتيديان. اي تقاسم الادوار ما بين الزواج ديجا كل يوم موجود معناها حاجه يوميه. كيفاش تعمل انت في الدار؟ والله انا الساعه نخدم في سوسيتي تكستيل وهو زاد كيف كيف معناتها كل ما نفس التعب دونك معناتها تعرفوا نفس يسمع يعرف معناتها شنو هو انا يعرف الخدمه شنية وانا زاد نعرف ما عندناش فرق معناتها ما عندوش حتى فرق يعني الحال اي حاجه انا تعب يزم معايا كيفاش كلها ودنا نقصع معناها عادي ما يقلقوش. شنو الحاجات مثلا اللي يعاونك فيهم في الدار؟ والله عندي ولدي الصغير دلول برشا
يحب ديما كل حاجه البوه معناتها اي حاجه البوه معناها اي حاجه يحب بوه معناها يعملها له مش عليه كل شيء معناها يدوش له ويلبس وكل شيء كل شيء بالمناسبه دي ربي يرحمك قدم تحيه لزوجي تحيه لي يا ليلى تحيه لي ربي يفضله لك يعيشك بارك الله فيك عاشخويا يعيشك يا نال ويعطيكم الصحه انتم يعيشك بارك الله فيك يعيشك بارك الله فيك تحيه لك وتحيه الناس كل يسمعوا فينا في منزل تيم يعيشك احنا ما زلنا معاكم متواصلين في اجورا مازلنا نحكي على موضوع تقاسم الادوار دونك برشا تليفونات جاونا والميساجات نتاعكم توصلنا دونك برشا انه يحكيوا على انه اليوم الراجل في تونس قاعد يعاون ديجا قاعد يقسم في الدور مع زوجته في العائله انتم مازالت نجموا توصلوا التجربه نتاعكم على 72 328 500 خليوا لي كومونتير نتاعكم ميساجاتكم على الباج فيسبوك